السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة نفيدكم. اليوم غادي نشوفوا واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف. أي كونطابل أو أي مقاول أو أي واحد عنده شركة من الواجب عليه يشوف هذا الفيديو حيت مهم بزاف. أولا قبل ما نبدأ كنعتذر منكم بزاف على هذا الغوطاغ اللي شحال ما نزل شي فيديو، مي الصراحة كنكون مضغوط بالخدمة والوقت والو، لهذا أنا ما كنساكمش، ولكن كلما جبرت شي فرصة باش نعمل شي فيديو غادي نعمله. مهم الموضوع ديالنا اليوم هو لا غوتوني لا سورس ديال لا تي في. شنو هي لا غوتوني لا سورس؟ هي الاقتطاع من المنبع. كاينين بزاف ديال الحالات ديال لا غوتوني لا سورس، بحال مثلا حين كنخلصوا ان فورنيسور اترونجي كنقتطعوا له لا غوتوني لا سورس، وكاينين بزاف الحالات اخرى. دونك حنا في الموضوع ديالنا ديال اليوم هو غوتوني لا سورس ديال لا تي في اللي جا في المدونة العامة ديال الضرائب لسنة 2024. يعني انت مشريتي شي بريستاسيون من عند الفورنيسور ديالك خاصك تقتطع له داك المونطون ديال لا تي في وتخلص له غير لوغ تاكس، ونفس الشيء بالنسبه للكليان ديالك غادي يخلص لك غير لوغ تاكس وغادي يخلص ديك الغوتوني لا سورس للدوله. اوكي، ولكن واش جميع المعاملات التجاريه اللي غادي تكون في الشركه غتكون بهذا الشكل هذا؟ هنايا غادي نقول لك لا، ما غتكونش بهذا الشكل هذا، لانه اول حاجه هاد لا غوتوني لا سورس كتهم جوج انواع ديال الشركات. الاولى لي فورنيسور ديكيبمون اي دو طرافو، موردين السلع التجهيزيه والاشغال. الثانيه الشركات اللي عندهم بريستاسيون دو سيرفيس يعني الخدمات. هذا القانون غادي يطبق من 1/7/2024، يعني اي معامله تجاريه ابتداء من هذا التاريخ خاصك ترد البال ليله. ثاني حاجه خصنا نعرفوا هذا الشيء الطباق خصوصا الشركات اللي ما كيخدموش بطريقه قانونيه او بالعاميه كيف ما كنقولوا فيهم الخواض. لهذا الدوله لزمت انه اي كليون بغى يخلص فورنيسور ديالو خاصو واحد لاتيستاسيون دو ريغولاريتي فيسكال. هاد الشهاده كتخرج بسهوله من السيت ديال tax.gov.ma، اي واحد عنده شركه يقدر يخرجها. هاد الشهاده كتبين ان هاد الفورنيسور يا اما وضعيه جبائيه قانونيه ويا اما وضعيه جبائيه غير قانونيه، وهاد الشهاده خاصها تكون اقل من 6 شهور من تاريخ ديال بيمون دو لا فاكتور. يعني غادي تخلص لا فاكتور 15/7/2024، ما خصوش الفورنيسور ديالك يجيب لك لاتيستاسيون مثلا تقادات التاريخ ديالها في 15/6/2024. ثالث حاجة اللي هي مهمة فوقاش ما كنطبقوش هاد القانون، اولا حين كتكون بريستاسيون ما كتفوتش 5000 درهم تي تي سي، وفي حدود 50000 درهم باغ موا اي باغ فورنيسور. يعني الفورنيسور خدمتي معاه بزاف ديال الخطرات في الشهر، بريستاسيون ديالو ما كتفوتش 5000 درهم، خاصك تجمع هاد لي بريستاسيون في الشهر كامل وخاصهم ما يفوتوش 50000 درهم في الشهر. الحالة الثانية وهي الخدمات اللي عندها المنفعة العمومية بحال الضوء، الماء، تليفون الى اخره. ثالث حاجه غادي نتفاهموا عليها وهي لو كليون ديما هو اللي غادي يقتطع هاد الغوتوني لا سورس وغادي يخلصها للدوله. اذا غادي نشوفوا هنا عندنا الطابلو هذا هو بحال واحد الغوزومي اللي غتقدر اي واحد حين غادي يجي يخلص الفورنيسور ديالو غادي يشوف هاد الطابلو ويطبق داك الشيء اللي فيه. اذا نبداو بالحاله الاولى وهو فورنيسور دو بيان ديكيبمون اي دو طرافو. الا كان الفورنيسور بيرسون فيزيك او بيرسون مورال، وانت كليان بيرسون فيزيك او بيرسون مورال، وعطاك هذا الفورنيسور لاتيستاسيون دو ريغولاريتي فيسكال ما كنطبقوا والو، يعني عطاك فاكتور فيها 12000 درهم تي تي سي كتخلص له 12000 درهم ديالو تي تي سي. الا كان هذا الفورنيسور بيرسون فيزيك او بيرسون مورال، وانت كليون بيرسون فيزيك او بيرسون مورال وما عطاكش لاتيستاسيون دو ريغولاريتي فيسكال، او كان التاريخ ديالها فايت 6 شهور كنقطعوا له 100% ديال لا غوتوني لي سورس ديال لا تي في، وكنديكلاريو ديك لا غوتوني لي سورس في الشهر اللي من موراه. يعني عطاك لا فاكتور فيها 12000 درهم تي تي سي كنخلصوا له غير 10000 درهم الاوغ تاكس ديالو، و2000 درهم كنخلصوها للدوله كوم غوتوني لا سورس. الحاله الثانيه الا كان فورنيسور بيرسون فيزيك او بيرسون مورال والكليان هو ايتا، كوليكتيفيتي تيريتوريال، établissements et entreprises publiques et leurs filiales et les autres organismes publics en cas de marché public. فهاد الحالة ما كيطبقش عليهم القانون، يعني الدولة غادي تخلص الفورنيسور هذيك 12000 درهم تي تي سي. دابا نمشيو للفورنيسور بريستاسيون دو سيرفيس. الحالة الأولى فورنيسور بريستاسيون دو سيرفيس بيرسون فيزيك افيك اتيستاسيون، وانت كليان بيرسون مورال دو دغوا بريفي او بيرسون فيزيك دو ريجيم نورمال ار ان ار ولا ار ان اس. فهاد الحالة عطاك الفورنيسور اتيستاسيون دو ريغولاريتي فيسكال كنقطعوا له 75% من لا تي في كوم غوتوني لا سورس. مثلا لا فاكتور فيها 12000 درهم تي تي سي، لا تي في فيها 2000 درهم، كنخلصوا له 10000 درهم اوغ تاكس ديالو زائد 25% ديال ديك لا تي في.
اللي هي 500 درهم، و 75% من هذه لاتيفيا اللي هي 1500 درهم كنقطعوها له وكنخلصوها للدولة، يعني كنخلصوا له غير 10500 درهم. حالة ثانية، فورنيسور بريستاسيون دو سيرفيس بيرسون فيزيك سون اتيستاسيون، وانت كليان بيرسون مورال دو دووا بريفي ولا بيرسون فيزيك ريجيم نورمال ار ان ار ولا ار ان اس، في هذه الحالة ما عطاكش الفورنيسور لاتيستاسيون دو ريغولاريتي فيسكال كنقطعوا له 100% ديال لا تي في. مثلا عنده 12000 درهم تي تي سي، كنقطعوا له 2000 درهم كنخلصوا له غير 10000 درهم، و 2000 درهم كنديكلاريوها للدولة. الحالة الثالثة، الفورنيسور بريستاسيون دو سيرفيس بيرسون مورال وانت كليان بيرسون مورال دو دووا بريفي اي او بيرسون فيزيك او بيرسون فيزيك دو ريجيم ار ان ار ولا ار ان اس، ما كنقطعوش هاد لا روتون على سورس ديال لا تي في. اذا اي شركه تعاملت مع شركه ولا بيرسون فيزيك ما كتقطعوش هاد لا روتون على سورس. الحاله الرابعه، فورنيسور بريستاسيون سيرفيس بيرسون مورال ولا بيرسون فيزيك سون اتيستاسيون ولا بيرسون فيزيك افيك اتيستاسيون، و لو كليون مثلا هو ايتا كوليكتيفيتي تيريتوريال ايتابليسمون اي انتربريز بوبليك الى اخره، هاد الحالات الدولة كتقطع عن الفورنيسور 75% اوتوماتيكمون، يعني عنده 12000 درهم يتخلص له غير 10000 درهم زائد 25% ديال لا تي في اللي هي 500 درهم، يعني توتال 10500 درهم. وهنايا كنكونوا سالينا الفيديو، ونتمنى نكون فيتكم في هذا الموضوع، وشكرا بزاف، وتهلاو وحديو راسكم حين تجيو تخلصوا شي فورنيسور. رجعوا لهاد لو طابلو اللي غنخليه لكم في صندوق الوصف وفيه جميع المعلومات، واذا احتجتوا شي حاجه كتبوها في لي كومونتير، انا كنحاول ما امكن نجاوب اي كومونتير داكشي اللي كنقدروا عليه. وتهلاو وساعه سعيده، سلامه.